اليوم كما راكم تشوفوا صدق نواب المجلس الشعبي الوطني على قانون تسوية الميزانية ل 2019. فلربما المتتبع يقول لماذا 2019؟ نحن نعمل في إطار قانون 84/17 متعلق بقوانين المالية، واللي يحدد القاعدة النون ناقص 3، أي نرجع للوراء بثلاث سنوات باش ندير تسوية الميزانية. طبعا كما لاحظتم بعد تدخل السيد الوزير المالية ورد على انشغالات النواب والملاحظات اللي أنا بصفتي عضو في لجنة المالية، في كثير من الملاحظات اللي قدمنا بها واللي كانت كذلك الإرفاق هذه تسوية الميزانية بتقرير مجلس المحاسبة، وإن كان أظهر اختلالات في مسألة تسيير الميزانية القطاعية لبعض الوزارات، منها وزارات استهلكت أكثر من الميزانية المخصصة، منها وزارات استهلكت مبالغ أقل وعدم استهلاك الاعتمادات المالية خاصة في قطاعات التجهيز والتجهيزات العمومية بشكل عام. والإشكالية كذلك اللي ظهرت في تقرير مجلس المحاسبة في إطار تسوية ميزانية 2019 هي مشكلة التحصيل الضريبي، يعني تراكم بواقي التحصيل الضريبي للمبلغ كبير جدا اللي ظهر في التقرير، هو 13370 مليار دينار، مبلغ كبير جدا. المديرة العامة للضرائب كانت صرحت وقالت باللي من المبلغ هذا المؤكد الذي سيتم تحصيله حقيقة هو حوالي 2051 مليار دينار. وبالتالي احنا طالبنا، وانا شخصيا طالبت السيدة المديرة العامة للضرائب انها تقوم بتطهير هذه المتاخرات الجبائيه وتصبح عندنا مبالغ قابله فقط للتحصيل، حتى لا يعني نقع في الخطا عندما نتكلم على عندنا 40 مليار او 50 مليار دولار كان بواقي تحصيل ضريبي وهي ليست حقيقيه، بل المبلغ اللي تكلمت عليه المديره العامه للضرائب هو في حدود 17 مليار دولار على اكثر تقدير. وبالتالي اليوم النواب صادقوا يعني، وهذا إجراء دستوري يعني الحق للنواب باش يراقبوا عملية تنفيذ الميزانية، وصادقنا على قانون تسوية الميزانية 2019. والردود الأهم من ذلك الرد اللي تفضل به وزير المالية في تبني والرد عن انشغالات النواب واقتراحاتهم، ويعني يعني ما سيتم فعله في المستقبل من أجل تصحيح يعني كيف ندير الميزانية على أسس عصرية، على أسس شفافية، نروح إلى تطبيق القانون 18/15 من القانون العضوي المتعلق بقانون المالية اللي هو ينقلنا من مقاربة جديدة أو من مقاربة الميزانية بالوسائل الميزانية بالأهداف ابتداء من سنة 2023. فكل هذا سيعطي أكثر يعني عصرنا للميزانية ويعطي أكثر شفافية الميزانية، ويبقى الهدف اللي نحن حريصون عليه هو كيف يعني تتم عملية صيانة وحماية المال العام.